السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات العزيزات طالبات الصف العاشر، أهلا بك في مادة اللغة العربية. ابنتي الحبيبة، درس اليوم هو الاسم وهو فن من فنون البلاغة. هيا بنا لنتعرف على أهداف درس اليوم وأيضا أهداف وأيضا قيمة الأسبوع وقيمة الدرس. أذكركن الطالبات العزيزات بالاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابنتي الحبيبة، قيمة هذا الأسبوع هي الإخلاص. الإخلاص أيها الأحبة هو مسك القلب وماء حياته ومدار الفلاح كله عليه. إن الذي يعمل بغير إخلاص ولا اقتضاء ولا اقتداء كمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه، كما قال ابن القيم رحمه الله. ولهذا سيأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كالجبال لكنها لا تنفعهم لأنها فقدت أهم شروط قبولها وهي الإخلاص. قال الله في كتابه العزيز: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ابنتي الحبيبة، أوصيك بالإخلاص. قيمة الدرس: الاعتزاز بديننا الإسلامي ولغتنا العربية. ابنتي الحبيبة، يتوقع منك في نهاية الحصة أن تتعرفي على مفهوم الاستعارة وأيضا تميزي الاستعارة المكنية في الجمل المعروضة مبينة دورها في بناء المعنى. ابنتي الحبيبة، فنون البلاغة تنقسم إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. علم المعاني الخاص بالأساليب، وقد قمت بدراسة الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. يوجد الكثير من الأساليب الأخرى، ولكن ألقينا الضوء على الأساليب الخبرية والإنشائية لأنك قمت بدراستها. أما بالنسبة لعلم البيان فيتمثل في التشبيه والاستعارة والكناية، وقد قمت بالفعل بدراسة التشبيه. أما بالنسبة لعلم البديع المقصود به والمحسنات البديعية منها اللفظية والمعنوية. اللفظية كالسجع والجناس، والمعنوية كالطباق والمقابلة. ابنتي الحبيبة، من فنون البلاغة علم البيان، والمقصود بعلم البيان هو الصور البيانية منها التشبيه والاستعارة. وقد قمت ابنتي الحبيبة بدراسة التشبيه، ونتذكر سويا أن أنواع التشبيه كانت تشبيه التام المفصل وأيضا البليغ والمؤكد وأخيرا المجمل. أما بالنسبة للاستعارة فمنها الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. ابنتي الحبيبة، ميزي الحقيقة من المجاز فيما يأتي: جرى اللاعب بسرعة كبيرة. ما نوع هذه الجملة؟ هل هي حقيقة أم مجاز؟ أحسنت ابنتي الحبيبة، بالفعل هي جملة حقيقية لأنها تحدث في الواقع. أحسنت ابنتي الحبيبة. أما بالنسبة للجملة الثانية فنقول: انطلق اللاعب سهما. ابنتي الحبيبة، هل اللاعب يكون سهم؟ أحسنت، بالفعل هنا تشبيه، انطلق اللاعب سهما، شبه اللاعب بالسهم، إذن هو مجاز. هيا بنا لنحدد نوع التشبيه من خلال الجمل الآتية. السؤال الأول يقول: أي الجمل الآتية تشبيها مجملا؟ العلم مثل النور، العلم نور يضيء الحياة، العلم مثل النور يضيء الحياة.
من تجيب عن هذا السؤال؟ نتذكر سويا ابنتي الحبيبة أن التشبيه المجمل يحذف في وجه الشبه. ممتاز، إذن الإجابة الصحيحة هي ألف، العلم مثل النور. المثال الثاني يقول: أي الجمل الآتية تشبيها بليغا؟ المثال يقول: الحياء تاج المسلم. ب: الحياء كالتاج للمسلم. وأخيرا: الحياء تاج المسلم في روعته وجماله. نتذكر سويا ابنتي الحبيبة أن التشبيه البليغ يقصد به ذكر طرفي التشبيه المشبه والمشبه به وحذف الأداة ووجه الشبه. إذن من خلال هذا التعريف تتضح لك الإجابة ابنتي الحبيبة بأنها الإجابة الأولى. أحسنت، الحياء تاج المسلم. التدريب الثالث: ما الجملة التي حوت تشبيها مؤكدا؟ ابنتي الحبيبة، ماذا نعني بالتشبيه المؤكد؟ ممتاز، التشبيه المؤكد هو الذي يحذف منه الأداة. أي هذه الجمل حذف منها الأداة؟ جنودنا أسود. أحسنت، جنودنا أسود تشبيه بليغ. أما جنودنا نسور في الانقضاض. ممتاز، هذا التشبيه هو التشبيه المؤكد حيث حذفت الأداة وذكر وجه الشبه. أما المثال الأخير: جنودنا مثل الأسود المفترسة، فهذا تشبيه مجمل بحذف وجه الشبه. أحسنت ابنتي الحبيبة. ابنتي الحبيبة، كيف نحول التشبيه المفصل إلى تشبيه مجمل؟ من تجيب عن هذا السؤال؟ نتذكر سويا، التشبيه المفصل هو الذي تذكر فيه كل أركانه المشبه والمشبه به والأداة وأيضا وجه الشبه. عندما نقوم بتحويله إلى تشبيه مجمل فنقوم بحذف، ممتاز، وجه الشبه. أما بالنسبة لكيفية تحويل التشبيه المفصل التام الأركان إلى تشبيه مؤكد فنقوم في هذا المثال بحذف أداة التشبيه. ممتاز، أحسنت ابنتي الحبيبة. أما بالنسبة لتحويل التشبيه المفصل إلى تشبيه بليغ، المقصود بتشبيه البليغ هو الإبقاء على طرفي التشبيه. إذن يتم حذف، ممتاز، الأداة ووجه الشبه. بارك الله فيك ابنتي الحبيبة. نستنتج من هذا: إذا حذفنا من التشبيه الأداة أو الوجه أو كليهما معا تغير نوع التشبيه. هلا تساءلنا يوما ما الذي يحدث في حال حذف أحد الركنين الأساسيين المشبه أو المشبه به؟ نعم ابنتي الحبيبة، في هذه الحالة يكون هذا التشبيه يتحول إلى استعارة. ممتاز ابنتي الحبيبة، فإذا تم في حذف المشبه والتصريح بالمشبه به فتكون الاستعارة تصريحية. أما إذا تم حذف المشبه به والإتيان بصفة من صفاته دالة عليه فتكون الاستعارة مكنية. بارك الله فيك. هيا بنا لنقرأ الجملتين الآتيتين ونميز المحذوف في كل جملة. رأيت أسدا يحمل سيفا، هل الأسد يحمل السيف؟ ممتاز، بالفعل توجد كلمة محذوفة. يا ترى هل الكلمة المحذوفة هي المشبه أم المشبه به؟ ممتاز ابنتي الحبيبة، الكلمة المحذوفة هنا
هي المشبه. فإذا رأيت رجلا كالأسد يحمل سيف. بالفعل، إذا هي استعارة تصريحية. نأتي على المثال الثاني، رأيت جنديا يزأر في المعركة. هل الجندي يزأر؟ بالفعل لا. من الذي يزأر؟ نعم، إنه الأسد. إذا قد تم حذف لفظ من الألفاظ. الجندي تم تشبيهه بالأسد، ولكن أين الأسد؟ أحسنتي، الأسد هو المشبه به وتم حذفه، وأتينا بصفة من صفاته وهي الزئير للدلالة عليه. إذا هذه الاستعارة تعد استعارة مكنية. بارك الله فيك ابنتي الحبيبة. إذا الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. لاحظي معي ابنتي الحبيبة هذا المثال، الأم شمعة تحترق لتنير طريق أبنائها. الأم مشبه، شمعة مشبه به. بارك الله فيك ابنتي الحبيبة. والآن نطلق أو نطلق على هذا المثال التشبيه. لاحظي معي الفرق بين هذا المثال والمثال التالي، الأم تحترق لتنير طريق أبنائها. بالفعل نفس المثال، ولكن تم حذف كلمة من هذا المثال. بالفعل تم حذف المشبه به، فالأم مشبه، ولكن لا يوجد المشبه به. لكن انظري يا ابنتي الحبيبة إلى المثال، فالشمعة من صفاتها الاحتراق، فحذف المشبه به وبقيت صفة من صفاته تدلل عليه. إذا هذا المثال يعد استعارة مكنية. أحسنتي ابنتي الحبيبة. وإليك المثال التالي، العلم نور يضيء درب البشرية. أحسنتي، العلم مشبه، نور مشبه به. ممتاز. انظري إلى المثال التالي، العلم، أين كلمة نور؟ تم حذفها، والإتيان بصفة من صفات النور أو لازمة من لوازمه، وهي كلمة يضيء للدلالة على كلمة نور. استعارة مكنية. نأتي على المثال الثالث، الإيمان شجرة ثمارها طيبة. الإيمان مشبه. أحسنت، شجرة مشبه به. هيا بنا ننتقل إلى المثال التالي، لاحظ الفرق ابنتي الحبيبة، الإيمان ثماره طيبة. بالفعل تم حذف المشبه به والإتيان بصفة من صفاته دالة عليه، فالثمار جزء من الشجرة. استعارة تعد استعارة مكنية. إذا الاستعارة المكنية تشبيه حذف منه المشبه به مع الإبقاء على شيء من لوازمه للدلالة عليه. الحبيبة، اقرأي الآية التالية ثم وضحي الخيال فيها. الآية تقول، قال الله في كتابه العزيز، والصبح إذا تنفس. ما الخيال هنا في هذه الآية؟ أحسنت ابنتي الحبيبة، الخيال هنا استعارة مكنية، حيث شبه الصبح وهو المشبه بالإنسان والمشبه به. ولكن أين الإنسان؟
تم حذفه والإتيان بصفة من صفاته وهي كلمة التنفس. إذن بالفعل هي استعارة مكنية. ابنتي الحبيبة، من خلال ما سبق يتضح لك أن الاستعارة من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد الطرفين، فعلاقتهما المشابهة دائما، ومنها التصريحية والمكنية. التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، أما المكنية هي ما حذف فيها المشبه به وأشير له بشيء من لوازمه. والمثال على ذلك كقولك رأيت جنديا يزأر في المعركة. أصل هذه الاستعارة ابنتي الحبيبة رأيت جنديا شجاعا كالأسد يزأر في المعركة، فحذف المشبه به لفظ الأسد ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يزأر، والقرينة هنا إثبات الزئير للجندي. أما بالنسبة لبلاغة الاستعارة المكنية، يستخدم هذا النوع من الاستعارة للتجسيم وأيضا للتشخيص وأيضا لتوضيح المعنى وبيانه. فعندما أقول أن الاستعارة هنا جاءت للتجسيم، فيكون ذلك بجعل الأمر المعنوي الذي لا تدركه الحواس الخمسة في صورة حسية. مثال: تحطم اليأس على صخرة الأمل، فقد صور اليأس كأنه شيء حسي يمكن أن نمسكه باليد كما أنه يتحطم. كما تستخدم الاستعارة كما قلت لك للتشخيص، ويعني أن ننسب للجماد والطبيعة صفات بشرية. مثال: معالم قطر تروي قصة حضارتها. معالم قطر، هذا جماد، المعالم جماد، تروي قصة حضارتها، ألحق بها صفة من صفات البشر وهي رواية القصة. فقد أعطى معالم قطر صفة بشرية وهي رواية قصة الحضارة، وذلك على سبيل التشخيص. كما قلت لك في السابق أنها تستخدم أيضا لتوضيح المعنى وبيانه. مثال: بني الإسلام على خمس. فإذا هل الإسلام يبنى؟ فهنا شبهه بالبناء الذي يبنى، وحذف البناء وأتى بصفة من صفاته وهي كلمة بني، وذلك لتوضيح المعنى وبيانه. ابنتي الحبيبة، بعد أن تعرفت على الاستعارة وخاصة الاستعارة المكنية وأغراضها أو دورها، هيا بنا نجيب على هذا التدريب. حددي نوع الصورة البيانية فيما تحته خط في العبارات الآتية، ثم بيني دورها في المعنى. المثال الأول يقول: تطلعت عيون المجد لك وأصغت آذان المجد إليك. ما نوع الصورة هنا؟ ممتاز، أحسنت ابنتي، إنها استعارة مكنية. أما بالنسبة لدورها، يوضح ويبين مكانته وعظمته. نأتي على المثال الثاني: أقسمت سيوفهم ألا يضيع حق لهم. هل السيوف تقسم؟ ممتاز، بالفعل هي استعارة مكنية، ودورها هنا توضح وتبين مقدار قوتهم. مواطن لم يسحب بها الغي ذيله، وكم للعوالي بينها من مساحب. لم يسحب بها الغي ذيله، هل الغي ذيل؟ ممتاز، استعارة مكنية، توضح وتبين اتصافهم بالعدل. ننتقل إلى التدريب التالي. اشرح الاستعارة المكنية التي تحتها خط فيما يأتي مبينة المشبه والمشبه به، المحذوف والدليل عليه. مدح أعرابي رجلا فقال: فلان يرمي بطرفه
حيث أشار الكرم. حيث أشار الكرم، هل الكرم يشير إلى الأشياء؟ الإنسان هو الذي يشير، إذن هي استعارة مكنية. شبه الكرم بإنسان يشير بيديه، فحذف المشبه به هو كلمة الإنسان، وأبقى شيئا يدل عليه وهي كلمة أشارة. فالاستعارة هنا كما قلت لك ابنتي الحبيبة استعارة مكنية. قال دعبل الخزاعي: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. هل المشيب يا ابنتي العزيزة يضحك؟ بالفعل هي استعارة مكنية. شبه الشاعر المشيب بإنسان يضحك، فحذف المشبه به الإنسان، وأبقى شيئا يدل عليه وهو الضحك، فالاستعارة مكنية. وكما تلاحظي ابنتي الحبيبة أن في المثال الأول والثاني أعطى هنا صفة الإنسان، أو أعطى صفة بشرية، فإذا جاء هنا للتشخيص، الاستعارة جاءت هنا للتشخيص. وقال أبو العتاهية: يهنئ المهدي بالخلافة، أتته الخلافة منقادة إليه تجر أزيالها. أحسنتي ابنتي. شبه الشاعر الخلافة بالعروس، فحذف المشبه به وهي العروس، وأبقى شيئا يدل عليها وهي تجر أزيالها، فالاستعارة هنا استعارة مكنية. بارك الله فيك ابنتي الحبيبة. والآن ابنتي الحبيبة، هيا بنا نستنتج قيمة الاستعارة من خلال المقارنة بين كل تعبيرين مما يلي. قولنا: اشتد خطر الأشرار فدمروا كل شيء. وقول الشاعر: تمرد الشر فانقضت نواجذه لتنهش الأرض والتاريخ والدين. أحسنت ابنتي الحبيبة. التعبير بالاستعارة في المثال الثاني يعد تجسيم للشر في صورة وحش مفترس لا يبقى على شيء، وهذا ما لا يظهره التعبير الحقيقي المباشر في المثال الأول. ابنتي الحبيبة، لاحظي هذين المثالين: السحب تتحرك في الفضاء، السحب ترقد في الفضاء. أي التعبيرين يوجد فيه استعارة؟ أحسنت. التعبير الثاني تظهر فيه الاستعارة على هيئة تشخيص، حيث هنا كلمة تركض تكون للبشر، فإذا هنا تشخيص للسحب حيث يظهرها في هيئة إنسان يرقد. ممتاز ابنتي الحبيبة. الاستنتاج: فائدة الاستعارة إما أنها تجسم المعنوية في صورة حسية ويسمى هذا بالتجسيم، وإما أنها تشخص غير العاقل في هيئة كائن حي، وهذا ما نطلق عليه كلمة التشخيص. ابنتي الحبيبة، بعد أن تعرفتي على الفرق بين التشخيص والتجسيم، هيا بنا نجيب على هذا التدريب. كان الماء حذرا، ما نوع الصورة هنا؟ ممتاز، استعارة مكنية، لأن الماء لا يكون حذر، ولكن الإنسان هو الذي يكون حذر. دورها التشخيص، ممتاز، وللدلالة هنا على شدة تراجع الماء. الأبنية تتنفس في ارتياح، ممتاز، استعارة مكنية، لأن الأبنية لا تتنفس، الذي يتنفس هو الإنسان. أما بالنسبة لدورها، أحسنت، التشخيص، لتدلل على اتساع المباني. إذا أتاك الهم فاطرده، ممتاز، استعارة مكنية. ودورها هنا الهم، أذكرك بأنه أمر معنوي،
إذن هو التكسيم، دليل على صموده أمام الهم طرد له من حياته. ابنتي الحبيبة، سلي ما بين العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. الحياة تبتسم للإنسان. أحسنتي، بالفعل هي استعارة مكنية. سأعيش كالنسر بين البشر. ممتاز تشبيه، ازرع الخير تحصد الخير. ممتاز، إنها استعارة. بارك الله فيك ابنتي الحبيبة. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.